إذن اليوم كيف ما تبعتي كان وصلوا لمرحلة جد هامة بعد ما تم تشغيل الخط الأول الخط الثاني ديال الترامواي بعد ما تم اتفاق مع شركة ألزا الحافلات وتجديد الحظيرة ديالها. إذا اليوم كان وصلوا لمرحلة مهمة جدا في البرنامج التنمية ديال الدار البيضاء الكبرى البي دي جي سي اللي كان جاء من بعد الخطاب الملكي ومن بعد اتفاقيات التي وقعت لا مع سلطات لا مع وزارة الداخلية ولا وزارة المالية ولا مجموعة ديال ولا المجالس المنتخبة إلى آخره. فتم برنامج ديال تنمية مدينة الدار البيضاء الكبرى اللي كان خصصت ليه 33 مليار ديال الدرهم، واللي كانت من ديك 33 مليار أكثر من 50% كانت خصصت للنقل والتنقل اللي هي 17 مليار ديال الدرهم. إذا بعد كي قلت في الأول بعد ما انطلق تشغيل ديال الخط الأول الخط الثاني ألزا إلى آخره، اليوم كنجيو إلى آخر مرحلة وهي المرحلة ديال البسوي اللي الحمد لله رغم المشاكل اللي اعترضوا التقنية والتمويلية اليوم تخرج الحيز التنفيذ، واليوم يمكن البيضاويين يعتزوا بأن مدينتهم الحمد لله كتوفر اليوم على مجموعة ديال أنواع ديال النقل والتنقل اللي كتوصل إلى تقريبا كتغطي جميع الأحياء ديال مدينة الدار البيضاء بل حتى الولاد عزوز عن طريق الرحمة. إذن اليوم هاد 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 المصادقة واللي كانت والحمد لله بإجماع أعضاء المجلس على التسعيرة ديال 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 ركوب الباسواي اللي غتكون هي نفس التسعيرة اللي خصصت للترامواي، وكذلك لا فيما يخص اللي كتشمل واحد المجموعة ديال التفضيلات للطلبة وواحد المجموعة ديال الفئات وتحفيزية. إذن الحمد لله اليوم وصلنا إلى النهاية، فتمت المصادقة على التسعيرة واللي إن شاء الله غادي تعطي الانطلاق ديال البصوي إن شاء الله في بداية شهر مارس، واللي إن شاء الله مباشرة من بعد منا سينطلق الخط الثالث والخط الرابع ديال الترامواي، لأن الدار البيضاء الحمد لله اليوم كتكمل هذاك التعهدات ديالها للبيضاويين فيما يخص النقل والتنقل باش تكون إن شاء الله في مصاف الميتروبولات الكبيرة، خصوصا وأننا مقبلين على أحداث هامة رياضية. الدار البيضاء في 25 عام تكون مدينة إفريقية اللي غادي تحظى باهتمام وسائل الإعلام الإفريقية والساكنة والدول الإفريقية والشعوب الإفريقية، وبطبيعة الحال تكون دولة مدينة عالمية في 2030 باعتبار أنها إن شاء الله غادي تلعب فيها وغتكون حتى هي من ضمن المدن اللي غتستقبل المباريات ديال كرة القدم في كأس العالم. إذا بشرى البيضاويين الحمد لله اليوم وصلنا إلى مراحل اللي يمكن نعتزوا بها كلنا، وهذا الفضل فيه كيرجع أساسا لصاحب الجلالة الله ينصره اللي كان هو اللي أعطى الضوء الأخضر لإعادة هيكلة وتنمية مدينة الدار البيضاء مع توفر الإمكانيات المالية والتقنية واللوجستيكية. خرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.